سيدي. عليا النعمة يا باشا، أنا نفسي اتفتحت للشغل معاك. طول عمري بعوم جنب الجمبري ومش طايله بإيدي. طول عمرك معفن ودني. أنا لو الباشا هيشغلني معاك فول وطعمية برضه هشتغل. يا حبيبي حنين قوي. يا متر. فندم. عندكم لحمة ولا أنتم مقطعينها؟ موجودة يا فندم. طب اعمل الأفندي ده 2 كيلو لحمة مشويين. ها؟ أصل هو ما بيحبش الأزازة، بيحب الهوبر. حاضر يا فندم. يا زياد ما بتاكلش ليه؟ لا يا فندم أنا مش همد إيدي على الأكل قبل حضرتك يعني. لا أنا مش هاكل. أنا جايبكم عشان أتكلم معاكم وأنتوا بتاكلوا. بس عايزكم تفتحوا مخكم معايا وتركزوا كويس في الكلام اللي أنا هقوله. لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد إذنك بقى يا باشا. يا متر والنبي واحد استاكوزا جامبو الله يخليه. أيوه الكبيرة دي. ماشي. ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. دلوقتي الموضوع اللي أنا عايزك اللي إيه يا دت؟ أنت جننت؟ بقول لك ركز معايا. ما أنا مركز يا باشا، ده جروب كان عندي في شرم من فترة يعني. دول إسرائيليين. إيه يا باشا؟ أنت هتفضحنا ولا إيه؟ متخلي الطبق مسطور. ده سواح جلد قوي. ده أنا مرة خدتهم وغطست بيهم تحت المية، وقعدت أفرجهم على الشعب المرجانية مرجانة مرجانة لما اتقطع نفسي، في الآخر قعدوا يلموا من بعض وادوني $5. عالم جلدة. جلدة إيه وزفت إيه؟ أنت بني آدم أنت ما عندكش دم. واخد الاسرائيليين تفسحهم تحت الميه يا خاين يا عديم الوطنيه يا عميل. الله الله الله. او اللي زي ده يا باشا لازم يتشنق في ميدان عام. اكل العيش اعمل ايه يعني؟ الله. وليه ما تعتبرش اللي انا عملته ده عمل وطني اللي مشرف مصر انت؟ لما طلع من جيبهم $5 ابقى انا الكسبان. ولا انت ايه رايك يا باشا؟ انت ايه رايك يا زاهر؟ لا والله انا ناجي بيه بحب. معلش ممكن ارد على التليفون؟ ايوه كريم. ايه؟ مالك مالك؟ اسمي ايه؟ ليه؟ طب طب اهدى اهدى اهدى. انا هاجي انا هاجي. معلش انا جيب ايه؟ اخويا اتمسك في الاسم ولازم اروح له. انا جاي معاك. طبعا انتوا قاعدين. احنا مستنيينك يا باشا، الاسم ورانا مش بعيد. اي خدمه يا باشا، انت بس سيادتك تدينا رنه هتلاقيني قدام سعادتك على طول. انا جاي معاك يا باشا. خليك انت عصام، انا هروح معاه وهنيجي على طول، ما حدش يتنقل من هنا. حنين قوي. ادفع. ناجي عطا الله عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. اهلا ناجي باشا، اتفضل. خير؟ هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ عاملين مظاهرات قدام الجامعه بيطالبوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي. انا بسال حضرتك مسكتهم ليه وقبضتوا عليهم ليه؟ ما انا قلت لسيادتك. الله، ما المساله دي بتحصل كل يوم. مساله بقت عاديه جدا. بشعبان عبد الرحيم بقى له 10 سنين بقول الكلام ده، محدش قرب له. ودول شباب متحمس، دول اطفال. لا احنا مش اطفال وعارفين كويس احنا بنعمل ايه. اخرس يالا. بس بس يا عم كريم. واخوك ده يا زاهر؟ بس يا كريم احنا ناقصينك. انا قصدي اقول يا فندم ان دول شباب متحمس، واللي حصل ده ان دل على شيء فإنما يدل على مناخ الحرية والديمقراطية اللي بتعيشها الأمة في أزهى عصورها، وعلى احتواء الشرطة للمتظاهرين بطريقة حانية وديعة زي الأمة بالظبط ما بتاخد ولادها تحت جناحها. الله. بقول لك إيه؟ أنا كلمتي على رقبتي. الكلمة اللي أنا أقولها بنفذها أحسن من أي نادي موجود. هو بقى لو ما وافقش انا ليا تصرف تاني. ايه؟ هضطر اجيب ميسي. ميسي؟ ميسي استاذ رئيس قسم؟ استاذ؟ شكرا. ايه بقى؟ تحب تعمل ايه بقى؟ على ما اشوف. مساء الخير يا عبد اللطيف بيه. شفت الدنيا صغيره ازاي؟ مين ده؟ ده كابتن حسام المصري. بتاع ايه؟ بتاع الوصب الطويل. اللي انت عملت العمليه لابوه يا رجل البر والتقوى. بعت لي شويه صيعه عشان يستفردوا بيا ويضربوني. طب انا بقى هعلمك ايه هو الوصب الطويل. يا نهار اسود يا نهار اسود العودة. يلا يلا يا اخويا يلا يلا. اسمعني انا بقى اللي خرجوني.
انا لا يمكن اخرج واسيب زمايلي جوه. احنا دخلنا مع بعض ولازم نخرج مع بعض. ايه يا ابني، انا بقى لي ساعه جوه القسم بقول مرافعه عشان اطلعها. الله ما تهمل. معلش انا جيبي حقك عليا، انا كريم اخويا اصلا متحمس قوي وبيكره اسرائيل كره العمى. انت عندك كام سنه يا كريم؟ 21 سنه. ولحقت تكرهها امتى؟ انت لا حضرت نكسه ولا حرب ولا سلام، انت جيت بعد كده. انا مولود كده يا ناجي بيه. بعد اذنك. خد يا كريم، يا كريم استنى يا ابني. انت موقفك ايه؟ لا انا عمري لا مشيت في مظاهره ولا شلت يفط وزعقت. طب يلا احسن، العيال زمان مش هيطبوا على الاكل، نلحق لنا اي حاجه. يلا اتفضل يا ناجي. معرفش يا باشا، فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا. كان في ثلاث شباب مؤدبين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا ولا أعرفهم، أنا بس بسأل يعني. جه البوليس خدهم قدام الاسم. اسم إيه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجية. في إيه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال دول. اللي بيحصل ده ان دل على شيء، انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعه زي الام بالظبط ما بتحط ولادها تحت جناحاتها.